الحدث الأهم في القارتين، قارة أفريقيا أو قارة أوروبا، سبت وحد على التوالي. سبت نبدأها ونستمتع بإن شاء الله السيتي هو بيتوج، ومن بعدها تبقى الفرحة فرحتين والأهلي يتوج، وتبقى كده الموسم مش عايزين منه حاجة تاني. مرة تانية معاكم في السادسة، واسمحوا لي أرحب بضيوفي بلال محسن وأحمد مصطفى المتألقين دائما. مساء الخير يا بلال. طبعا استاذ احمد، اهلا بحضرتك أهلا واهلا بيك. بكل الساده المشاهدين، وان شاء الله الاهلي والسيتي يتوجوا ويلعبوا بعض في كاس العالم للانديه ان الأندية شاء دي الله، وتبقى أوه بس ده الأهلي طبعا ان بقى، شاء الله باذن الأهلي الله طبعا ان شاء طبعا الله. الأهلي. أهلا بيك يا أبو حميد. مساء النور يا أحمد وأهلا بيك طبعا، ودايما مبسوطين إحنا معاك، ومساء النور على جميع المشاهدين طبعا. طيب أنا إحنا عندنا يعني كذا موضوع، عندنا طبعا هنقف مع منتخب مصر سريعا ونشوف الاختيارات بتاعت قائمة فيتوريا، قائمة المنتخب للمعسكر والماتشين الرسمي والودي، غينيا وجنوب السودان. هنتكلم طبعا على ميركاتو اللي داخل فيه او داخله فيه الانديه السعوديه بقوه النهارده، يعني كان لسه معايا مكالمه، واضح ان الناس حاطين عينيهم، مش قصه لاعب ولا اتنين، دول حاطين عينيهم ينقلوا كتير. الدوري نقله تانيه، ودخول صندوق الاستثمار السعودي في القصه، وامتلاكه لاهم اربع انديه، في كام اكبر اربع انديه جماهيريه في السعوديه، بالتاكيد هيحدث الفارق. طبعا الاهلي والوداد في نهائي دوري الابطال ذهاب وعوده، يهمني اسمع رايكم في الماتش اللي فات، والاهم طبعا رؤيتكم الماتش اللي جاي، وبالتاكيد طبعا السيتي والانتر لانها مباراه تحصيل حاصل ومش خالص خالص خالص. بهزر ربنا طبعا. يستر. بص لو المباراه دي فيها ذهاب وعوده كنت قلت لك ان دوري صح. الابطال في جبنه، لكن 90 دقيقه تفصل في بالظبط. اسطنبول لا قصه تانية خالص، وليها حسابات وانزاجي معقده مدرب جدا، كبير. وانزاجي مدرب كبير، والكره الطلياني بايخه، صح. والفرق الطليانيه عندها خبره وعندها دفاع، منظومه دفاعيه مرهقه لاي فريق، فكل شيء وارد في اسطنبول المباراه يوم 10 ان شاء بالظبط الله. بالظبط. بس خلينا نبتدي الاول ب منتخب مصر، واخد رايكم في قايمه المنتخب اللي ماشي. اختارها روي فيتوريا، شفتوها ازاي؟ تحبوا نستعرض مع بعض مفيش الاسماء مشكلة. لو الاسماء جاهزه معانا؟ طبعا دي اختيارات لمباراه معسكر منتخب هيبتدي يوم 10 ليوم 18 يونيو، بعد لعبة الاهلي هتنضم بعد ما تخلص نهائي دوري الابطال مع الوداد يوم 11، لانه مباراه غينيا الاولى هتتلعب في المغرب، هتتلعب يوم 14 في المغرب، ودي تصفيات امم افريقيا ان شاء الله، مصر وغينيا بيتشاركوا الصداره. المباراة دي نتيجتها تحدد بشكل كبير جدا مين هيتصدر او مين هيبقى في المركز الاول، هي مباراة غينيا، وبعدها هيبقى عندنا مباراة اثيوبيا في القاهرة لمباراتنا الاخيرة. حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد صبحي، ابو جبل، محمد هاني في خط الدفاع مع هشام صلاح واحمد رمضان بيكم وياسر ابراهيم وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، احمد ابو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حمادة، احمد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو خط النص. اما خط الهجوم فيقوده طبعا ايجيبشن كينج محمد صلاح، معاه مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، تريزيجيه، محمود كهربا، احمد ياسر ريان، ومصطفى محمد. نبدا ببلاد. يعني يمكن هي القايمه اللي يفسر العدد الكبير اللي واخده روي فيتوريا في القايمه، ان المنتخب مصر عنده مباراه وديه امام جنوب السودان، الراجل محتاج يبص على بعض العناصر اللي هو شايفها بتادي بصوره جيده في مباريات الدوري العام مع فرقها، في لعيبه كان عليها كلام منذ فتره، يعني محمد رضا بوبو مثلا ابرز المنضمين، لعيب بيادي بصوره كويسه جدا مع فيوتشر، كمان محمود مرعي السيرد باك، احمد رمضان بيكهام رغم تراجع نتائج سيراميكا عامل مباريات كويسه، كنفس الموضوع احمد ياسر ريان معاه في نفس الفريق، يمكن الناس كانت انتظرت بعد تالق مصطفى شوبير ان هو هل هيكون ليه فرصه، ولكن طبعا لانه شارك في ثلاث مباريات، اعتقد ان لو استمر في المشاركه هيبقى هيحجز مكان في منتخب مصر. حسين الشحات طبعا ابرز الاسماء او العناصر اللي بتعود مره اخرى بعد حاله التالق الكبيره، واحد من افضل مواسم حسين الشحات مع كره القدم، والموسم الافضل ليه مع النادي الاهلي. طبعا انت قاعد بتسمعني بقى انت، لا والله ده تورط، ده يعني لسه ببتدي الحلقه بنفس الكلام ده بالظبط. بالظبط حسين، افضل نسخه لحسين السنه بالظبط بالظبط. وطبعا احمد حجازي يعني تم التنسيق بينه وبين روي فيتوريا على اراحه احمد حجازي بعد الموسم الكبير اللي قدمه مع اتحاد جده، واعتقد ان كمان محمد صلاح مش هيشارك في مباراه جنوب السودان. طيب في اسماء كانت تستحق الانضمام على الاسماء دي احمد؟ اعتقد مصطفى شلبي. مصطفى شلبي لاعب الزمالك كان يستحق التواجد في القايمه دي على الاقل، حتى يبقى متواجد، ان هو مقدم من بدايه الموسم اعتقد مقدم مستوى كبير جدا، لكن اعتقد اغلب القايمه فيها عدل كبير جدا من فيتوريا، وده عودنا عليه حتى في المعسكر اللي فات، وكنت انا معاك تقريبا واتكلمنا، وقلت لي برضو نفس السؤال، قلت لي مين اللاعب اللي ينقصه؟ قلت لك محمد رضا بوب كان يستحق التواجد فعلا، وبالفعل هو اخده في المعسكر ده، ولاعب كبير جدا ولاعب عنده امكانيات كبيره، وشايف كمان في لاعب مهم جدا اعتقد ان يعني دي كانت مفاجاه،
غنام محمد لاعب خط وسط. لا انت كنت بتتفرج انت كمان بقى. بقى انا عشان احنا خلاص بقى في لا غنام وبوب وحماده الثلاثه ما بيلعبوش في انديه جماهيريه ولا انديه بتنافس بالظبط، بس الحقيقه الثلاثه عندهم كوره ولاعيبه خط فعلا تراهن عليهم، فعشان كده انا قلت انا فرحان للثلاثه دول تحديدا وغنام بالتحديدا كمان بقى يعني. وطبعا السبب في الموضوع ده طبعا محمود حماده ان فيتوريا جاب محمود حماده من نادي فاركو، نادي لا بينافس، واعتقد هو كان حتى في الموسم اللي فات بيمر بفتره سيئه جدا. رغم كده هو ضم محمود حماده ولاعب اساسي على اغلب اللعيبه ممكن تبقى محترفه، ولعب وثبت وجوده جدا، واول حتى في مؤتمر اتكلم عنه كان مستغرب ان اللاعب عنده 28 سنه ما كانش موجود، محدش اخده في منتخب مصر وهو عنده ثقه فيه، وده فتح الباب للعيبه كتيره جدا تبقى موجوده في منتخب مصر. وبالاسباب اللي شفنا الدوري بدا يبقى فيه لعيبه كتير ظهرت كويسه الفتره الاخيره، فهو كافئ اللعيبه ديت وبدا يضم غنام محمد، محمود مرعي، احمد رمضان بيكهام، محمد رضا بوبو، وشفنا حتى احمد ياسر ايام متواجد في قائمه خط الهجوم. فاعتقد ان هي قائمه عادله جدا يعني، بغض النظر عن ممكن اكيد اسم او اتنين مع بس قائمه عادله طيب. تماما يعني. انا عندي اسمين يعني كنت اتمنى خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري، انا كنت بشوف ان هو كان يستحق الانضمام خاصه ان انت هتجرب في مباراه جنوب السودان. محمد شكري ظهير ايسر سيراميكا كليوباترا، الاثنين انا بشوف ان هم كانوا يستحقوا ان هم يتواجدوا على الاقل في مباراه جنوب السودان. طيب على كل الاحوال دي اراء بلال واحمد في قائمه روي فيتوريا. خلينا نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا اتكلم فيه على المنتخب وعلى المرحله اللي جايه وعلى الماتشين، سواء ماتش غينيا الرسمي او جنوب السودان الودي، ونرجع نكمل كلامنا ونفتح ملفاتنا. Vamos começar por fazer a apresentação daquilo que se vai passar nos próximos dias. اول حاجه هنقدم ايه البرنامج بتاعنا او اللي هنعمله ان شاء الله في الايام القادمه. استاجيو دي جونيو con dois jogos. معسكر شهر يونيو يتضمن مباراتين. E portanto só para fazer mais ou menos este o plano de ação. عشان نعمل الخطة بتاعت المعسكر. Nós vamos começar a trabalhar a 10. هنبدأ إن شاء الله العمل بتاعنا يوم 10. Depois iremos ter um jogo a 14, já falamos sobre isso. ومنها ان شاء الله في مباراه يوم 14 هنتكلم عنها بعدين. Iremos ter outro jogo a 18. ومباراه ثانيه يوم 18. Iremos trabalhar dois dias aqui no Cairo, 10 e 11. هنشتغل هنا في القاهره يومين بس اللي هو يوم 10 و11. No dia 12 viajamos para Marrocos. يوم 12 السفر الى المغرب. Fazemos treino lá 12 13 jogo a 14. هيكون في عندنا تمرين في المغرب يوم 12 ويوم 13 و14 المباراه ان شاء الله. No dia 15 no dia a seguir regressamos. يوم 15 العوده الى مصر. Treinamos no Cairo até o dia 18 e dia 18 temos o jogo com o Sudão. هيبقى في تمارين في القاهره ان شاء الله وفي يوم 18 مباراه يوم 18 هنا. E quero vos dizer que eu estou tremendamente chateado. وبقول بصراحة إن أنا حزين جدا. Tremendamente desapontado. يعتبر زعلان. Que não aceito com facilidade isto que vos vou explicar a seguir. إن أنا ما قدرتش أتقبل بسهولة اللي أنا لسه هشرحه لكم دلوقتي. Estou a falar concretamente sobre a data 14 do primeiro jogo. وبتكلم بشكل واضح على اختيار المباراة يوم 14. É inaceitável. É inaceitável e nós e eu, enquanto treinador do Egito, quero ganhar e é inaceitável nós fazermos este jogo a 14. يعني لن أقبل كوني مدرب لمنتخب مصر إن أنا أكون ماشي بالمنتخب وإن ألعب المباراة في يوم 14. E quero já dizer o ponto prévio que é para ninguém estar já a fazer outros cenários. وبقول بصراحة دلوقتي الموقف إيه عشان ما يبقاش فيه أي سيناريوهات تانية بعد كده. Temos o máximo respeito pela Guiné. طبعا احنا مع كل الاحترام لغينيا. Não tenho qualquer medo da Guiné. ما عنديش اي خوف من فريق غينيا. Respeito muito. نحترمه جيدا. E vamos trabalhar para ganhar. والشغل بتاعنا ان شاء الله من اجل الفوز في المباراه. E vamos estar preparados para jogar este jogo a 14. وهنكون جاهزين عشان نأدي المباراه يوم 14. Mas nunca o CAF ou quem quer que seja podia marcar este jogo a 14. ولكن ليس الكاف او اي منظمه مسؤوله ان هي تحط المباراه بالنسبه لنا يوم 14. Sabem quantos jogos existem agora em África, nesta fase de junho?
عارفين في كام مباراه موجوده دلوقتي في Existen 22 jogos. افريقيا في يونيو في 22 22 في 22 مباراه دلوقتي المفروض بتنظمهم سو 3 jogos são jogados a 14 منهم بس ثلاث مباريات هيتلعبوا يوم 14 ايو نوسو مباراتنا احنا ايو دو السودان مباراه السودان ايو سانت ماي برينسيب سانت ماي برينسيب سانت ماي برينسيب مدينة بلد ثالثة بس ما اعرفهاش بصراحة. Son três jogos que existem. Todos os outros vão ser jogados. A 16, a 17, a 18, a 19 ou 20. هيكون بعد كده المباريات من يوم 17 و 18 و 19 و 20. Nós fizemos pedido. احنا قدمنا طلب. Desde fevereiro que estamos a falar com a CAF. من أول شهر فبراير واحنا بنتحدث مع الكاف. Para que este jogo fosse em todos os dias menos a 14. عشان تكون المباراة بتاعتنا مش يوم 14 مندامش 3 كارتاس ارسلنا 3 خطابات فينز ريسبوستا نو دي 21 دي مايو وصلت لنا الرد كان يوم 21 15 دياس 15 يوم بس ان سو اي تي فيمز ا كونفيرماسيون كو جوغي اسير 14 ومنها اكدوا لنا ان المباراه هتكون يوم 14 ادي اش دات فيفا اد 12 اتي 20 يعني التوقف الفيفا الرسمي من 12 لحد يوم 20 يو دي سوستون با نو جارمز 15 16 17 18 19 20 انا اعطيت يعني الحلول قلت ممكن نلعب يوم 15 او 16 او 17 ولكن بلاش يوم 14 اي مايش كوم ايكيبا كي ستا نا ليغا دي كامبيونز افريكانا علاوه على كده بقى ان احنا عندنا كمان فريق بينافس في بطوله جوغا 11 افريقيا اي كي بود غانيار بود بيردر الفريق هيلعب يوم 12 اوبريغامز او جادورز ا جوغار passado 72 menos 72 horas الفريق هيلعب يوم 11 ممكن يفوز او ممكن يخسر necessariamente بدون اي سبب ان احنا ايه اللي خلينا نلعب بعديه على طول ب 72 ساعه non se defende o futebol non se defende os jogadores هنا انت كده لا بتحمي كره القدم ولا بتحمي اللاعبين quando se podia muito facilmente puxar este jogo mais para a frente وقت ما كان في الامكانيه انك انت تقدر بس تنقل المباراه لقدام شويه mas sabe o que é que nos dizem ah tem que conversar com a Guiné tem que se entender não temos nada que nos entender quem tem que marcar é a CAF não é aceitável que esse jogo seja a 14 الرد بتاعهم قالوا لنا خلاص انتوا اتكلموا مع غينيا وحاولوا تتفاهموا مع بعض بس ما ينفعش ان احنا نتفاهم مع غينيا المفروض يكون القرار نازل من الكاف يا اونيكا كي فاجار 14 كون تي اون جوغ 11 بار ليغا دي كامبيونز وقت ما يكون برضه عندها فريق بيلعب يوم 11 في ايشتا نو اسايتو افريقيا ويجيت نون بود اسايتار اي بارا ديفيزا دو جوغادورز اي بارا ديفيزا دو فوتبول ايش نون ديفيا اكونسير فبصراحه مصر لن يجب ان تقبل هذا وخاصه من اجل حمايه اللاعبين ومن اجل حمايه كره القدم المصريه هو الراجل جاي لسه افريقيا جديد فالراجل هيطلع من هدومه يعني مرحبا بك في الماما افريكا مستر فيتوريا ولسه هتشوف العجب العجاب ده انت لسه بتسخن يعني هو طبعا الراجل بيكان في نقطه شبه محسومه يعني هو اتحاد واحد في نفس اللجنه المنظمه لبطوله او تصفيات بطوله امم افريقيا ونفس اللجنه المنظمه لبطوله الشامبيونز ليج والاثنين يمكن يكونوا اهم حاجتين بيعملهم الاتحاد الافريقي دلوقتي مفيش حاجه اهم من بطوله الشامبيونز ليج مفيش حاجه اهم من تصفيات امم افريقيا ورغم كده التعارض في المواعيد حاجه تجنن بصراحه يعني ازاي لعيبه الاهلي اساسا تبقى بتلعب نهائي دوري الابطال يوم 11 في المغرب مع الوداد عارفين يعني ايه مباراه بحجم نهائي دوري الابطال مباراه تتويج ان شاء الله وتصحى يوم 12 عندها تمرين ويوم 13 عندها تمرين عشان تلعب يوم 14 ماتش مع غينيا ليه والاجنده تسمح بانه يبقى في مرونه في يعني اختيار المواعيد لكن في جميع الاحوال هو كده انت دايما بتتحط قدام الامر الواقع ودايما عليك انك انت تستجيب اي تعليق على احمد كان بيقول انه الراجل على فكره هم البرتغاليين كده يعني تون صوتهم او طريقتهم في الكلام يبان ان هم متنرفزين بس هو مش متنرفز بس انا بقول لك يا مصطفى الراجل ده هيطلع من هدومه خلاص شفته في الاخر راح ضارب على الديسك ازاي الحمد لله ان هو ما كانش معانا وقت ما كانت لعيبه النادي الاهلي بتشارك مع منتخب مصر في بطوله كاس الامم وكان عندنا ماتش في كاس العالم للانديه كان ممكن يجرى له حاجه يجي له جلطه ولا حاجه على كل الاحوال نتمنى له التوفيق في النهايه الحسبه مش حسبه معقده وقدرات منتخب مصر حتى في مواجهه غينيا منتخب محترم على فكره منتخب محترم جدا ولاعيبه كره على اعلى مستوى وارهقونا انا فاكر كويس قوي مباراه القاهره هنا يعني احنا كسبناهم 1-0 بشق الانفس يعني لكن في النهايه باذن الله التاهل للبطوله مضمون وخصوصا انه هيبقى فاضل لنا ماتش بعد كده مع اثيوبيا بس الاهم انه يبقى في استمرار لمسيره العروض القويه اللي قدمها منتخب مصر مع لويس فيتوريا
عشان ما نتعطلش، صح ولا ايه يا ابو حميد؟ صح طبعا. شايف ان شاء الله يعني لعيبه منتخب مصر يعني على قد المسؤوليه، وفي اعتقد في بدائل يعني، القائمه كلها مليانه لعيبه كويسه ولعيبه كلها عندها خبرات، فاعتقد مش هيبقى في مشكله يعني ان شاء الله. والمباراه صعبه بس اعتقد ان منتخب مصر قادر يعني. هاجل ملف السيتي والانتر للنهايه ونروح لملفنا الاهم، الاهلي والوداد. ازاي شفت احمد وسريعا عشان عايزين نتكلم في الماتش اللي جاي اكتر، وعايزين نروح التمرينه كمان مع متابعي السادسه، ازاي شفت مباراه الذهاب، اهم الايجابيات اللي شفتها فيها واهم السلبيات من وجهه نظرك؟ اهم الايجابيات طبعا النادي الاهلي كان مستحوذ على المباراه طول تقريبا 90 دقيقه، والنادي الاهلي كان ضاغط فريق الوداد المغربي، ومستر كولر كان احلى حاجه انا شايف ان هو كان عملها، ان هو كان بادئ المباراه بضغط كبير جدا على فريق الوداد، لان هو كان عارف اعتقد ان الوداد المغربي هيقابل النادي الاهلي من نص ملعبه. فكان الضغط الكبير طبعا، يعني ما نقولش ان على فكره الناس برده بتتكلم في ان الوداد المغربي ان احنا لازم نكسبه بسكور، لا الموضوع مش كده خالص. لا بالعكس، النادي الاهلي بيقابل فريق او منافس قوي جدا، خرج منافس قوي جدا صن داونز، فاعتقد النادي الاهلي قدم شوط اول مميز جدا، اصفر عن الهدف. شايف ان حسين الشحات يعني بغض النظر ان هو عمل هدفين، لكن حسين الشحات بيمر زي ما انت قلت طبعا. بس انا بين قوسين هقول لك ان جمهور الاهلي شايف انه الاهلي انه نتيجه اللقاء لا تعكس سير اللقاء او لا تعكس احداث اللقاء، والهدف توقيته كمان. انا معاك طبعا، يعني بص هو المكسب في حد ذاته مهم جدا، انك انت تكسب. انت كم فاينل كسبت او كم بطوله من العشرة اللي انت خدتهم كنت محقق نتيجه سلبيه او كنت بتحقق تعادل هنا؟ ومع الوداد على فكره دايما قبل الوداد في النهائيات ما بنكسبش مباراه الذهاب على فكره. أيوه. يعني دايما حتى التاريخ مع دايما مباراه الوداد اغلبها بتبقى تعادل. فاحنا على فكره النتيجه اعتقد ان هي نتيجه برضو ايجابيه ومرضيه. طبعا. اكيد 2-0 غير 2-1، لكن نتيجه مرضيه. طيب خليني اخد من احمد الايجابيات واروح لبلال في السلبيات، اهم السلبيات اللي شفتها في اداء الاهلي في مباراه الذهاب. يعني يمكن ابرز السلبيات طبعا هو تلقي مرماك هدف على ارضك، خاصه انك بتخوض المنافسات في ظل قاعده ما بقتش موجوده في العالم كله، وهي قاعده الهدف خارج الارض بهدفين. نتمنى بقى ان هي تتلغي، يعني بصراحه الموضوع بقى اوفر قوي. يعني انت يوما ما احتجتها حتى مع منتخب مصر في مباراه الجزائر قال لك ده احنا موقفينها تقريبا، كانوا معطلينها يعني حتى احنا كمصريين يوما ما احتجناها ما استفدناش منها. فمش منطقي يعني على الاقل خروج فريق زي صن داونز من البطوله بدون ولا هزيمه لمجرد ان الهدف خارج الارض بهدفين. فريق اتحاد العاصمه بيتوج باللقب رغم ان يانج افريكانز مسجل هدفين زيه زي اتحاد الجزائر اسف. فالموضوع الهدف خارج الارض بهدفين بجد نتمنى ان هو يتلغي. تلقي المرمى هدف، في حاجات بقى هنشرحها طبعا. يعني من السلبيات ان احنا حذرنا هنا في الحلقه قبل المباراه ان قلنا ان الباصات اللي بنعملها من منطقه جزائنا واحنا بنخرج بالكوره كانت سبب في خسارتنا لللقب الموسم الماضي بالهدفين بتوع زهير المترجي. للاسف كررناها في مباراه الذهاب، ولكن ان شاء الله الهدف ده يكون دافع وحافز للاعيبه النادي الاهلي ان هي ما تطمنش زياده للنتيجه وتروح هناك بحوافز ودوافع اضافيه. انا النقطه دي تعجبني جدا، فكره انك انت تروح مطمن دي مقلقه في حد ذاتها، و2-0 الى حد كبير مكسب مطمئن، فبالتالي بالزبط. انت رايح وانت عارف انه كل احتمالات وارده ومطلوب منك تادي افضل ما عندك. الحاجه الوحيده اللي تضمن للاهلي التتويج هو انه الاهلي يقدم افضل ما عنده، وانا شخصيا اراهن على انه الاهلي لو قدم افضل ما عنده انه يقدر يكسب الوداد هناك مره ثانيه او يكرر فوزه على الوداد مرة تانية. طيب تسمحوا لنا نروح للتمرين؟ نروح نعرف طبعا امبارح كانت راحة، والنهاردة أول تمرين للأهلي بعد يعني راحة لمدة 24 ساعة. خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الأهلي، دي لقطات طبعا من التمرين النهاردة. عبد المنعم، ياسر، مين بيرفع أثقال؟ شريف. باين من عندكم. إيه المطلوب بالمناسبة؟ يعني شايفين الشغل اكتر طبعا البدني والفني ده ما فيش منه شك، واعتقد انه مستر هم جاهزين كمان لعيبه جاهزه بدنيا. لكن الناحيه المعنويه والنفسيه شايفينها ازاي، خصوصا انك انت من اصعب الماتشات الحقيقه اللي بتلعبها خارج الارض في افريقيا هي الماتشات اللي بتلعب في المغرب. طب اسمحوا لي اخد محمد توفيق نعرف الاخبار منه ونرجع مره ثانيه. يا محمد مساء الخير. مش جاهز؟ طيب احمد سمير تحياتي ليك وضيوف الكرام في الاستوديو وكل جمهورنا في كل مكان. خليني اطمن منك، عوده للتدريبات 4 ايام قبل المواجهه الفاصله والحاسمه في حسم لقب افريقيا، ازاي شايف عوده اللاعبين النهارده، وهل شفت او لاحظت اختلاف في شكل ونوع تدريب الاهلي النهارده؟
يعني في البدايه احمد زي ما انت قلت 4 ايام فارقه جدا في مشوار البطوله، واربع ايام قبل 90 دقيقه او الشوط الثاني من مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والوداد. الفريق زي ما انت عارف خد اجازه بس بالامس، وبعدين من النهارده على طول تدريب قوي جدا شارك فيه كل اللاعبين. كان طبعا التدريب الاول اللي كان اول امبارح بعد المباراه مباشره كان مجرد بس استشفاء للمجموعه الاساسيه لعبت المباراه، وباقي اللاعبين خدوا مباراه قوي جدا. النهارده كل اللاعبين خدوا نفس الجرعه التدريبيه. يمكن طبعا ابرز ملامح التدريب النهارده محمد الشناوي، علي لطفي بيشاركوا بشكل تام جدا في التمرينات وبكل قوه. كمان يمكن النهارده ظهور بقى يعني اكرم توفيق وكريم فؤاد، طبعا هم بيأدوا برنامجهم الاستشفاء والعلاج، ولكن طبعا كانوا حريصين على مؤازره زملائهم والتواجد في التدريبات. يمكن طبعا دار حوار ما بينهم وبين مستر مارسيل كولر، واعتقد ان ممكن يكون في اتجاه ان هم كمان يسافروا مع الفريق لمجرد بس وجودهم في المباراه النهائيه، ولكن طبعا هم خارج يعني الحسابات بشكل تام جدا طبعا من الناحيه الطبيه والناحيه الفنيه، ولكن طبعا من الناحيه المعنويه اعتقد ان هم هيكون لهم دور كبير جدا مع زملائهم، وان شاء الله كمان يعني يتواجدوا مع بقيه زملائهم باذن الله بالميداليه الذهبيه يا احمد باذن الله رب العالمين. يمكن زي ما شفت في اللقطات اللي وصلتك تدريب قوي جدا النهارده خاضوا الفريق بالكامل. يمكن كان قبل التمرين طبعا كالعاده محاضره بالفيديو في قاعه المحاضرات هنا في مدرج مختار التتش بالجزيره، من بعدها على طول التدريب الجزء البدني، كمان يمكن الجزء بعد كده الفني والتدريبات بالكره. وحالا دلوقتي وانا معاك على الهواء بيجرى اخر فقرات المران وهي التقسيمه اللي بيشارك فيها جميع اللاعبين. ان شاء الله باذن الله يكون موفق الجهاز الفني في الحاجات اللي بحفظها اللاعبين، وكمان اللاعبين يكونوا موفقين على ارضيه الملعب في تنفيذها. يمكن ان شاء الله بعد مران اليوم هيكون في مران اخير صباح باذن الله غدا الخميس في 11 صباحا، ومن بعدها باذن الله رب العالمين توجه لمطار القاهره لاستقلال الطائره الخاصه اللي هتقل الفريق للدار البيضاء لمواجهه الوداد باذن الله مساء الاحد المقبل ان شاء الله رب العالمين. يمكن كمان النهارده الصبح كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره لفريق النادي الاهلي وكابتن سمير عادل المدير الاداري يمكن سبقوا الفريق للمغرب على طائره الثامنه صباحا ان شاء الله طبعا لانهاء كافه الاجراءات الترتيبيه سواء ملعب التدريب او فندق الاقامه وكافه الامور الاداريه ان شاء الله علشان تكون على خير ما يرام ويوفروا كل سبل الله للفريق باذن الله رب العالمين. يمكن الدار البيضاء يا احمد مش غريب على فريق النادي الاهلي، يمكن فريق النادي الاهلي سافر يعني منذ اسابيع قليله لمواجهه الرجاء، وكمان السنه اللي فاتت كمان الفريق سافر مرتين، مره لمواجهه الرجاء بنفس الظروف الفوز في القاهره 2-1، ويمكن ربنا وفقنا وحققنا التعادل في دور الثمانيه وصعدنا للدور التالي. وكمان السنه دي واجهنا الرجاء، وكمان من برضو من قبلها كانت مواجهه الوداد. فاعتقد الدار البيضاء سواء ملعب التدريب او فندق الاقامه مش يعني غرباء على النادي الاهلي، وان شاء الله يكون كل يعني سبل الراحه متوفره للفريق. طبعا تحفيز شفناه على مدار الايام اللي فاتت للفريق سواء من كابتن محمود الخطيب والجلسه اللي جمعته طبعا في مران اول امس باللاعبين، وكمان مرافقته للبعثه موجود. يمكن كمان دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي سافر النهارده مع كابتن صلاح حفيظ برضو سابق البعثه. طبعا رئاسه البعثه يعني كابتن حسام غالب قيمته الكبيره كابتن فريق النادي الاهلي كمان في بطوله صعبه جدا يا احمد، اعتقد ده حاجه مهمه جدا ان كابتن حسام غالي كان كابتن فريق النادي الاهلي في 2012 بنفس الظروف الحاليه، انت كنت متعادل كمان مش بس كسبان، كنت متعادل مع الترجي هنا في استاد برج العرب 1-1، قدرت تروح وتكسب الترجي في رادس 2-1 وتتوج بالبطوله. اعتقد ان دي تجارب يعني لما لعيب بيتكلم عن تجربه حيه وكانت كمان تجربه قريبه، اعتقد ده بيلاقي صدى عند اللاعبين وحافز، وقيمه النادي الاهلي دايما حاضره، وان شاء الله ده يكون حافز للاعبين. نعمل اللي علينا، التوفيق بتاع ربنا، وان شاء الله يتبقى 90 دقيقه يكون معانا التوفيق، وباذن الله الفريق يرجع صباح الاثنين باذن الله معاه بطوله افريقيا والاميره ال11 باذن الله رب العالمين ان شاء الله. دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي من الزميل محمد توفيق من داخل النادي الاهلي في الجزيره ومن داخل ملعب التتش. نقلنا لكم لقطات من عوده الفريق للتدريبات مره ثانيه. كل التوفيق. بنتكلم على اهم 4 ايام في الموسم واهم مباراه في الموسم، مفيش فتره من الفترات ممكن يعني تكون اهم من ال4 ايام اللي جايين دول، ولا اهم مباراه الوداد. وخليني ازود على كلام محمد، هو قال ان احنا رحنا، انا بتهيالي قال ان احنا رحنا لعبنا الفرقه المغربيه كتير، لا احنا اكتر دوله لعبت فيها الفرقه دي في ال4 سنين اللي صالوا وجالوا فيها في افريقيا هي المغرب، احنا ما لعبناش في اي دوله تانية اكتر من المغرب، بما فيهم طبعا مشاركتنا في كاس العالم لعبنا فيهم 4 ماتشات، ولعبنا مع الوداد في التاسعه، ولعبنا مع الرجاء في العاشره، ولعبنا مع الرجاء السنه دي تاني، وبنلعب مع الوداد تاني. ف نهضه بركان خدنا بركانكم، بس نهضه بركان كان في الفرقه المغربيه طبعا واجهنا فرقه مغربيه، لكن اقصد اقول اجواء البعثه في المغرب ما هياش غريبه، اللعيبه دي راحت وجات المغرب يعني ولعبت في كل حته، في طنجه شويه، في الدار البيضاء شويه، في يعني متعودين على الاجواء، مفيش رهبه انك انت بتلعب في حته جديده عليك او غريبه عليك. طيب تحبوا نروح للي جاي؟ لانه اللي جاي هو الاهم طبعا، واكيد في دروس مستفاده بالنسبه للوداد
وبالنسبه لمستر مارسيل كولر، هل تتوقع بدأ هل تتوقعوا انتوا الاثنين، السؤال اللي كنتوا هل تتوقعوا انه شكل مباراه العوده هيكون شبه سيناريو مباراه الذهاب، ولا السيناريو قد يكون مختلف 180 درجه ويكون يعني العكس تماما؟ احمد، اتوقع نفس السيناريو بالظبط. الوداد المغربي دي طريقه لعبه مش هيغيرها خالص، هو هيبدا بس خد بالك الدوافع تختلف. الدوافع تختلف، هو اللي محتاج اكتر ما انت محتاج بالفعل، هو هيغير افراد. يعني هي الطريقه مش هتتغير 4 3 3 هي طريقته المعتاده، لكن في القاهره كان بيلعب تحت الكوره وكان بيستنى النادي الاهلي، لكن الطريقه اللي هو نهت بيها المباراه اعتقد اللي هي بدخول هو اللي هيبدا بأوناجم. بدخول أوناجم طبعا. انا كنت بتكلم معاك ان أوناجم زي من اهم اللعيبه، وهو مريح أوناجم لان هو كان عارف ان هو لو بدا بأوناجم في طبعا في استاد القاهره في مباراه الذهاب اعتقد كان هيبقى الموضوع بالنسبه له النادي الاهلي كان هيبقى اسهل له واريح له، ان أوناجم ما بيدافعش. كان عنده كمان انذارين فكان خايف بالظبط، خايف يخسره في مباراه العوده، فاعتقد ان هو مش هيهاجم النادي الاهلي بدايه اللقاء. انا وجهه نظري كده ان هو هينزل برضو عارف النادي الاهلي بقوه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي، والنادي الاهلي مستر كولر ودي انا مراهن عليها، ومراهن النادي الاهلي هيكسب نادي الوداد المغربي في كازابلانكا. انا مراهن ان شاء الله باذن الله، لان انا مستر كولر مدرب جريء جدا وهيقدر ينزل مباراه مش هيعمل حساب او هيبدا يقص نبض، لا هو هيبدا يهاجم الوداد المغربي من بدايه اللقاء بطريقته المعتاده 4-3-3. اعتقد دي هتبقى مهمه جدا، لان انا بشوف النادي الاهلي لو بدا المباراه معتمدا على نتيجه مباراه الذهاب دي اعتقد هتبقى مشكله كبيره، مخاطره كبيره طبعا. طيب رسميا اللي قلنا عليه في البدايه انه ميسي لا في البارسا ولا في الهلال، ميسي في الدوري الامريكي وتحديدا في انتر ميامي. وان كان عندي كده معلومه من يعني انا كنت كلمتكم من حوالي اسبوع 10 ايام في سيناريو انها منوره للانتقال ل او للعوده للبارسا عن طريق الاعاره، لكن الكلام ده انتفى لانه اخر الاخبار لسه جدت في اسبانيا انه الليجا وافقت لبرشلونه على المخططات الماليه بتاعته اللي تسمح له بان هو يجيب ليو ميسي، فما كانش فيه ما يدعو للجوء للمناوره. النهارده بيعلن رسميا انه ميسي في انتر ميامي ومش في الدوري السعودي. طب ما احنا كده مش هنتفرج عليه، يعني احنا كنا في السعوديه مثلا كان مع بنزيما ورونالدو كلهم في حته واحده بقى واحد. انما والدوريات الاوروبيه وعندنا المتابعات المحليه، اعتقد ان هو اختيار بالنسبه لي اختيار غريب يعني. هو لانه يعني هو يا البارسا يا الهلال بالظبط يعني. انت لو بتبحث عن الشغف والعوده للنادي بقى اللي هو برشلونه بالظبط صاحب الفضل عليك يبقى برشلونه. لو انت بتبحث عن المال فاكيد الهلال السعودي أفضل. خاصه مع استقطاب الكبير للنجوم، يعني هيبقى في منافسات مع رونالدو في النصر مع بنزيما في الاتحاد، ما فاختيار على خطى جونزالو هيجوين بقى لما راح برضو انتر ميامي وما حدش حس بيه. اونري وديفيد بيكهام ما حدش حس بيهم يعني. وين روني بيتهيألي برضو راح شويه امريكا. نظام الدوري كمان هناك نظام الدوري هناك كمان يعني مجموعات ونظام غريب ممل شويه مش عارف. مش عارفين المتابعات عليه والترافيك عليه التفاعل عليه مش احسن حاجه. فنقدر نقول بقى ميسي ايه اعتزل بقى. طيب نرجع تاني لقصه الاهلي والسيناريو هناك. يعني انا بتوقع سيناريو مشابه لسيناريو مباراة الأهلي والوداد الموسم الماضي. الوداد المغربي هيضغط منذ بداية اللقاء مستغلا الدفعة الكبيرة جدا اللي دايما بيحصل عليها فريق الوداد من الحضور الجماهيري الكبير، واللي يمكن بيختلف شوية عن أي جمهور لأن هناك بيسمح ليهم طبعا بالشماريخ، بيسمح ليهم بالتيفو والدخلات والكلام، كل دوت بيشعل حماس اللعيبة بطريقة كبيرة جدا. يعني الجمهور هناك تحس إن هو بيعيشهم اجواء الكوره شويه، بيحمسهم بزياده. جمهور كوره. بالظبط. طلع عايز اقولها جمهور كوره بالظبط، فدوت هياثر. هو انا لو قلت للناس انه الماتشات دي تحتاج جمهور كوره تحتاج جمهور كوره اكتر الناس تزعل؟ لا يعني انا مش ضد طبعا انه الناس كلها تروح الاستاد، وبالعكس الصوره بتبقى حلوه والولاد صغيرين والسيدات والانسات وكل حاجه، بس الماتشات دي يعني ماتش نهائي دوري ابطال ممكن ده يحصل في ماتش المجموعات، يحصل في ماتش دور، لكن في نهائي دوري ابطال ال 50,000 لازم يبقوا كلهم جمهور، لازم يبقى صوتهم اعلى من 2,000. دي النقطه. يعني يمكن لو نفتكر محدش يزعل مني يعني، انا بقول كده احنا بنتكلم يعني في حاجه بقول كده مصلحة الاهلي، يعني انا مش هتضرر في شيء من ان ده يروح او ده ما يروحش، لكن انا بقول انه اللي يخدمنا في الحاجات دي هو اللي نراهن عليه، فعشان كده بقول انه الماتشات دي بتاعت جمهور كوره بالظبط. لو نفتكر سيناريو مباراه الذهاب في الموسم الماضي، لو نفتكر الكوره طبعا كوره مبينزا الخطيره جدا اللي كانت في العارضه، بعدها على طول تصويبه زهير المترجي. هم هيعتمدوا ان هم يضغطوك بصوره كبيره جدا، مستفيدين من الحماس والدافع الجماهيري. على فكره الماتش اللي فات ما يعني مفيش خطوره، مش خطوره، اخطاء كده. يعني اخطاء بس ادت وصلوا. بس يعني هي صن داونز نفس الكلام، ما هو ريال مدريد كسبك يعني مكسب يعني. انا ما حسيتش لو كلمت كوره
في الماتش مفيش كور، ما كانش فيه يعني ريال مدريد والاهلي. ما هو احنا لما هنيجي بقى للحالات وهنيجي نتكلم هنشوف اصلا ان الوداد ما وصلش ولا مره لمرمى النادي الاهلي عن طريق هجمه منظمه. عشان كده كده فاحنا بنتكلم ان ده بقول لك انت حرمت. ما هو انت بقى هو برضو المنافس لما يراهن على او يجيد عمليه استغلال الاخطاء ده تخاف منه. طبعا تخاف منه لانه هو كل مره استغل فيها الاخطاء هدد مرمى. حتى الهدف اللي عندنا هنا خطورة. خطأ. استغلال الخطا كره الكره اللي انقذها مصطفى شوبير بنحييه طبعا. انت اغلب الفرص اللي انت عملتها على الوداد كلها هجمات منظمه، كلها هجمات منظمه فيها تكتيك وفيها تحركات بالظبط. هنستعرض كل دوت ولكن الوداد اخطر حاجه فيه انه بيجيد استغلال الاخطاء وبيلعب على كده بالمناسبه. تمام. طيب مين مسلم حالاته الاول؟ نبدا بالحالات ماشي. الوداد لو نتكلم عن حالات الوداد نبدا بالوداد ماشي. يلا اللي جاهز معانا. طب انتوا جهزوا لنا الحالات اللي او يعني جهزوا لنا الحالات اللي جاهزه عندكم. انا سلمت الاول على حسب خلاص على حسب مين اللي سلم ورقته للكنترول الاول. طيب جهزوا لنا الحالات والحالات اللي هتنزل دي الحالات اللي انا جايبها النهارده. دي كره الهدف الاول للوداد. احنا بنتكلم هنا عن المواقف الدفاعيه وانا ركزت اكتر على المواقف الدفاعيه لان ده احنا هنكون زي ما كنا لسه بنتكلم هنكون مطالبين هناك بعدم ارتكاب اخطاء. دي كره علي معلول اللي هيشتتها بالمناسبه. يعني الكره هنا علي معلول هيلف يشتتها. ايوه بص بقى بص زي مين موجود اليو ديانج ومروان عطيه كان يقدر معلول من لمسه واحده يعملها لديانج او لمروان او في الناحيه الفاضيه البعيده ناحيه الرايت باك اللي هي ناحيه محمد هاني حتى لو طلعت ولكن طبعا علي معلول لعبها على المغمض بالمناسبه. بص الكره ارتدت. لو شفنا بقى الانتشار او التواجد وده اللي احنا لازم نحذر منه. احنا جايبين الحالات دي عشان نحذر من السيناريو اللي هيكون عليه مباراه الاياب. انتشار لاعبي النادي الاهلي 4 لعيبه فقط داخل منطقه الجزاء في هجمه خطيره جدا للوداد اسفرت عن هدف. يمكن بص هنشوف من لاعبي خط الوسط فقط لاعب واحد هو اليو ديانج اللي هيدخل بعديها في الكوره بعد كده وباقي هو ويمكن حمدي فتحي كمان. انا كنت بشوف ان حمدي يقف ما يقابلش. فدي كوره دي حاله الهدف دي كوره العارضه دي كوره العارضه دي تاني اخطر لعبه وهي ولعبه الانفراد اللي اتصدى ليه مصطفى شوبير. بص برده نفس الكلام محمد عبد المنعم وعلي معلول واقفين على خط منطقه الجزاء هناك عند الرايت باك بتاع الوداد المغربي. انتشار لاعبي النادي الاهلي رغم كثافتهم وتفوقهم العددي على لاعبي الوداد للاسف تمركز خاطئ. يعني بص هنجد ان اليو ديانج ومروان عطيه وياسر ابراهيم ومحمد هاني واقفين بشكل يعني شبه واقفين على خط واحد مشطور وسايبين لعيبه الوداد سواء سامبو اللي يعتبر ياسر ماسك صح لانه هو واخد المهاجم هنا يحيى عطيه الله المفروض يبقى معاه بيرس تاو في الكره دي لان ده الباك ليفت دايما الباك ليفت بيبقى مع الهاف رايت. فدي كوره خطيره جدا وده يقول لك ان لازم الاطراف ترجع وتقدم الدعم والمساعده. دي كره الهدف الاول للنادي الاهلي هنستعرضها سريعا. بص حسين الشحات خرج فين وساب مركزه لعلي معلول اللي راح ناحيه علي معلول كمل وبص حسين نزل فين هيعمل الوان الكره بقى اللي بعدها اهو هيعمل الوان مع حمدي. بص حمدي على طول هيديله التو في ظهر الدفاع. حسين ضرب الدفاع هنا في الكره دي ويمكن الكره تولد بعدها شويه لحقها حسين الشحات وحياها وتعامل بذكاء وعمل وحيا الكره بهدوء وذكاء. اي حد مكانه في 10 لعيبه مكانه هيرجع الكره دي لعلي معلول بالظبط. فدي دي صوره او شكل من الاشكال اللي النادي الاهلي استخدمها. دي يمكن بقى الكره اللي احنا قلنا عليها تاني اخطر كره بعد كره يحيى عطيه الله اللي جت في العارضه وده كانت ضربه ثابته اتلعبت. بص حضرتك هنا يا استاذ احمد مفيش حد خالص منتهى السهولة الراجل بالظبط. بص علي معلول هو اقرب يعني الراجل ده المفترض ان هو مع علي معلول. بص علي معلول هنا فين بعيد خالص عن المكان اللي هو المفترض على الرغم من انك انت سيطرت واستحوذت ولكن هم سبت يعني سبت الوداد تقريبا في نص ملعبه على مدار اغلب اوقات المباراه الا ان الوداد وصل بثلاث فرص مؤكده كلهم من اخطاء يعني كلهم من اخطاء كره الهدف أخطاء. كانت الكرة مع النادي الاهلي والباص الخطا الكره دي كانت ضربه ثابته الكره دي كانت ضربه ثابته والتمركز الخاطئ وصلهم كره يحيى عطيه الله التمركز الخاطئ. هنكمل دي الكره اهي بص بعدها على طول الحاله شوبير الحقيقه اتعامل مع الكره دي انقاذ تاريخي زي انقاذ ايميليانو مارتينيز حارس مرمى الارجنتين في كاس العالم بالظبط يعني نفس الانقاذ بالظبط. بص علي معلول فين برده لحد دلوقتي لسه اقرب واحد رايح للراجل هو مروان عطيه ايمن الحسوني. علي معلول بقى ده اللي احنا بنشد على علي وبنقول له انت لعيب كبير انت كل الناس بتثق فيك. مباراه ملعب محمد الخامس هتبقى مباراتك ان شاء الله خاصه انه عمل جيم دفاعي كبير جدا امام الرجاء المغربي علي معلول بالمناسبه. فنتمنى ان علي يهتم شويه بمباراه العوده على حساب الجانب الهجومي. اخر حاله عشان نستعرض مع احمد بعد كده حالات الوداد يمكن دي الحاله دي اختراق كان تم كهربا سقط كهاف مكان بيرسي تاو
وتحرك بيرسي تاو في ظهر ارسن زولا وعمل له كهرباء التمريره. وبص المساحات عندنا، بص يا صاحبي يمكن لو شفنا المساحه وده اللي نقدر نلعب عليه واتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت، ان مساحات شاسعه لان لعيبه الوداد لعيبه كوره كلهم، الحسوني وجبران و... في كوره بتاعه الهاندبول بتاعه يحيى عطيه الله دي انت تروح انت من الفرقه كلها من... بالظبط رغم ان كان لسه بدري جدا في منطقه الجزاء الاهلي ولونج باس كان موصل بيرسي تاو وحسين الشحات انفراد. دي اخر حاله معانا للنادي الاهلي. ده كوره حسين الشحات والهدف الثاني نفس الكلام اهو، المساحات اللي اتكلمنا عنها ان المساحات في ظهر في خط ظهر الوداد بتبقى مساحات كبيره جدا تقدر تستغلها، زي ما استغلها الشحات في كوره الهدف الاول استغلها مره اخرى الشحات واستغل التمريره الطوليه المميزه من محمد هاني وقدر هنا هنا لازم اشيد بقرار كهربا كان بيجري طبعا مع اللعيبه على الجول لجوه سابهم يكملوا هو بالزبط. وهنا قطع هو بالعرض والرؤيه بتاعه حسين الشحات كمان ان هو رفع عينه وعمل الباص لتحت مميز جدا انهاء كهربا. فدي صحيح. حالات دفاعيه نهتم بيها في مباراه الرجاء وحالات هجوميه قدرنا بالفعل ان احنا نستغلها فنتمنى نكررها في مباراه العوده ان شاء الله. تمام. وان كان في بعض التويكس كده في بعض التريكات اللي بالتاكيد مش هتبقى مشابهه للقاهره هنا، بس خلينا نبني حساباتنا عليها وهرجع لكم فيها بس بعد ما استعرض حالات احمد مصطفى. تمام. دي طبعا هم بيلعبوا دي طريقه اللعب 4-3-3، اعتقد ان نجم هيبدا اللقاء العوده طبعا. ده اكيد هو كان محتفظ بيه زي ما بلال قال ان هو كان عنده انذارين، واعتقد هو كان راسم سيناريو محتاجه في وقت معين في مباراه الذهاب، وبالفعل الوقت اللي نجم نزل فيه لمده 10 دقائق اصفر عن الجمله اللي هو كان بيلعب عليها من يعني من راسمها السيناريو بالنسبه له. نخش على الحالات بقى. دي طبعا الثغرات او نقط ضعف في فريق الوداد المغربي. حتى بلال لسه متكلم عنها دلوقتي، المساحات الكبيره جدا اللي ورا الاطراف. بص هنا ده محمد هاني في الهدف الثاني لعب الكره ورا الباك رايت وورا الخط الخلفي لفريق الوداد، كلهم بيبصوا على الكره، واللقطه دي هتتكرر لفريق الوداد المغربي اكتر من مره. عندهم مشكله في سوء التمركز وان هم دايما عندهم حاله توهان. طيب. فدي مشكله كبيره جدا ولازم نستغلها. طيب انا بس عشان انتوا دايما بتقولوا انه هيبقى في اندفاع من الوداد، خد بالك برضو من فوارق عشان الناس بتقارن بين ماتش الاهلي والوداد السنه اللي فاتت وماتش الاهلي والوداد اللي هيتلعب يوم الاحد. انت رحت هناك وهو عارف ان هو بيستقبلك على ارضه وان المباراه عمرها 90 دقيقه هيلعبها على الملعب ده وسط جمهوره اللي موجود في الملعب، فهو عنده افضليه عليك طول 90 دقيقه، ما فيش حاجه تدفعه او تجبره انه يفتح خطوط او انه يضغط عليك في نص ملعبك بكثافه او انه ياخد اي مخاطره من اي نوع. لكن المرة دي هو لازم يخاطر، المرة دي هو عنده حاجة تجبره على انه يلعب على الاهلي في نص ملعبه، لانه التسعين دقيقة لو خلصوا زي ما ابتدوا هم في مصلحتهم، والاهلي وهو يعلم تماما ده، الاهلي في اي لحظة يقدر قادر انه يسجل هدف. يعني حتى لو تقدم الوداد بهدف هو عارفين كويس قوي انه الاهلي مش هيسكت، وعارفين انه الاهلي في اي لحظه حتى في بلس 90 ممكن يخلص هدف ينهي على اماله، فبالتالي هو محتاج يهجم ويجيب واحد والتاني عشان يامن نفسه لو استقبل هدف من الاهداف. السيناريو ده انا شايفه يقتبنا طريقه التفكير دي لو احنا حطينا الخطه او التكتيك اللي نتعامل فيها مع طريقه تفكير الوداد وفاندنبروك بيها، اعتقد انها هتخدمنا احنا بشكل كبير جدا، وهتبان بقى اهميه المساحات اللي احمد كان بيتكلم عليها دي. صح يا احمد، انا اتفق معاك طبعا ان فريق الوداد المغربي هيبقى مضطر فعلا زي ما انت قلت في جزء من المباراه ان هو يهاجم، لكن هو برده لو زي ما انت قلت برده في موازنه، اللي هو لو هاجم الاهلي اعتقد النادي الاهلي يعني هيعمل فيه زي ما عمل في الترجي التونسي بالظبط. نادي الترجي التونسي نزل المباراه طبعا برده، على فكره الترجي التونسي مش فريق يعني في قبل المباراه محدش كان يتوقع ان الاهلي يكسب 3 مظبوط، لكن حصل للنادي الاهلي كان مذاكر فريق الترجي التونسي وهم برده اندفعوا لان هم كانوا عايزين ايه برده ايه يبداوا بافضليه اكتر. نكمل بقيه الحالات. يلا نكمل بقيه الحالات. ده طبعا الهدف الثاني تحرك مميز جدا، ودي اهم ميزه في محمود كهربا ان هو بيعرف يتحرك داخل منطقه الجزاء. هنا ده برضو الهدف الاول. الهدف الاول طبعا حسين الشحات يبين قد ايه الكواليتي بتاع حسين الشحات ان هو قدر هم برضو عندهم سوء التمركز رهيب. انا بص الثلاث مساكين يعني الوافين اتنين على الشحات اتنين ضاغطين محدش فيهم ضغط عليه وفاتحين له زاويه التمرير. لا وحاجه ثانيه يعني بغض النظر عن الاثنين دول هنقول مثلا حسين الشحات لعيب مهاري، بص الثلاثه التانيين كلهم باصين لحسين الشحات. هو في جوه الصندوق بعد الاثنين اللي على الشحات في اربعه لعيبه على اثنين من الاهلي، لعيبه الاهلي ما حدش مساكن. مش حد ده بيرسي تو واقف لوحده خالص وهيتحرك لقدام ده وبيشاور لحسين. ايوه وحسين بقى طبعا ذكاء حسين الشحات وطبعا وطبعا السنس بتاعه ان هو يلعب الكوره بالمقاس طبعا وتمركز يوسف مطيع هنا برده مش كان سيد في الهدفين. في الهدفين. أيوة.
نفس الكره بالظبط. بص لعيبه يعني لو كملنا بص ده باص في ماتش مباراه سان داونز الحالات برده لنقطه ضعف فريق الوداد المغربي، كل لعيبه الخط الخلفي بتاع الوداد دايما عندهم مشكله سوء تمركز غريب جدا ودايما بيبصوا على الكوره ما بيبصوش دايما على اللعيبه اللي جايه من الخلف او المهاجم الوهمي. فده طبعا بص لو كملنا الحل بعدها طيب ده الهدف بتاع بيرسي تاو تاني عرضيه حسين وبيرسي تاو جاد التعامل معاها براسه طبعا يكمل الحل بعدها. ما شفتش بيرسي تاو بيجيب جوال براسه قبل كده بيتهيألي. لا ما جابش فعلا صح؟ لعيب كوره ما جابش بس انه خلص دي براسه وحطها يعني حطها بالمناسبه حطها جنب العارضه حطها في مكان صعب جدا صعبه جدا. ده طبعا قوه الوداد المغربي بقى في حالته الهجوميه عندهم صامبو ده اعتقد هو دور المهم جدا البرج العالي ده. بص صامبو اصلا ده هو بيلعب على الهجمه دي الكره دي يعني طبعا تالق مصطفى شوبير فيها كانت تصفر عن هدف اكيد جدا لان هو الكره طبعا اتلعبت من قبل نص الملعب كره عرضيه اللي هو طبعا اهم مميزاتهم هيلعبها صامبو هيطلع ياخد الكره من فوق ياسر وعبد المنعم ويلعب لا وبيسند الكره كمان لاعتقد ايمن الحسوني اعتقد لكن مصطفى شوبير طبعا هيتالق فيها. نكمل حالات بعدها يعني هنا زي ما اتكلمنا على سوء تمركز الوداد هنا برده في سوء تمركز عندنا بالزبط. عنيف يعني اتكلمنا عن صامبو كمان ان هو محطه صامبو طبعا محطه هي دي اهم مميزاته ان هو هم بيستخدمه في حته الكرات العرضيه والكرات العاليه. نكمل هي دي الحاله هنا طبعا الانفراد تالق مصطفى شوبير فيها هنا الهدف طبعا يبين ان هم بيستغلوا الاطراف بنسبه كبيره جدا يعني اعتقد ان فريق الوداد المغربي كل مميزاتهم العرضيات وان هم دايما بيستخدموا الاطراف. لا ده مش الهدف يا احمد لا ده الهدف لا ده مش هدف ده الكره شوبير هيطلع لها خطوه دي اللي هيطلع بس بص اللاعب هنا اعتقد ده برضه عن طريق الاطراف برضه بيعمل ايه هو اول قرار عنده ان هو بيعمل العرضيه اول قرار هو انا نكمل اللي هو عمل عرضيه ومصطفى شوبير هيطلع الكره بالبوكس. بعدين انا ملاحظ انه اغلب هجمات الوداد من ناحيه اليمين بالظبط ما احنا اتكلمنا في الحلقه وقلنا ان ايوب العلمودي الظهير الايمن هو اخطر لاعب هو اللي صنع ان هو لعيب خطير جدا ونجم لما بيفتح بيعمله هو بيدخل بالظبط لجوه وده هيحصل على فكره ما هو ده هو 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 ده الهدف دي كره الهدف دي كره الهدف هيعرف فيها على فكره بص الناحيه الشمال عندنا يعني حتى لو عدت من صامبو وقابلها وابو هره اللي جاب الجول سيف بوهرة حتى لو عدت بوهرة برده في حد تاني جاي قابلها مش عارف ده يحيى عطيه الله ولا حد تاني بس اقصد اقول انه نص الملعب الشمال عندنا ده ما فيهوش حد خالص في ظل وجود ثلاث لعيبه من فريق الوداد. اعتقد النادي الاهلي كان في الحاله ديت ساعتها اتخطفنا في الكوره بالظبط اتخطفنا فعلا والنادي الاهلي كان مركز ان هو يجيب جون ثالث فده اعتقد نتيجه النادي الاهلي كان مندفع هنا طبعا برضو يبقى الكرات الثابته يعني خطر جدا جدا ده ماتش الكذا طبعا جابها في نفسه بص دي هدف التعادل لا بص بتاع سان داونز ماتش العوده لا هو ماتش العوده الجون الثاني بتاع سان داونز هدف التعادل اللي صعدهم الكرة العرضية مرفوعة احمد يعني بص نموذج يعني ده الاون جول صح؟ هنكمل الحلقة اللي بعدها بص هيحط طبعا انا بقول جنوب افريقيا الوداد كان لابس احمر لا الوداد كانش لابس احمر لا ما كانش لابس احمر كان لابس ابيض ده مباراة العودة دي هيحطها في نفسه لا مباراة العودة كان لابس احمر انا متأكد الوداد كان لابس احمر عشان كده بقول لك دي مش مباراه هي ضربه ثابته عامه ضربه ثابته مميزين فيها انا يعني طبعا دي طبعا جايه من الحالات الثابته بتاعت الكرات الثابته دي ده يحيى عطيه الله مميز كل جدا كل الكرات الثابته طبعا فهنا بجد لازم النادي الاهلي اعتقد ان طبعا اجواء مشحونه في المغرب والجماهير واعتقد الحكم ليه دور اللي احنا شفنا طبعا الدور اللي كان في ملعب القاهره فاعتقد النادي الاهلي لازم ومستر كولر يدي تعليمات ان مفيش اخطاء تماما من اول بعد رص الملعب لان الاخطاء كلها هم هيبداوا اعتقد نفس طريقه اللعب بتاعتهم مش هتغير هم لا عندهم الامكانيات الكبيره ولا لعيبه الكوره المميزه زي سان داونز اللي هم يعدوا واحد على واحد لا اعتقد هم بيعتمدوا على الكره العرضيه واستغلال صامبو في الكرات الطويله عشان يستدها لاي لاعب بقى سواء نجم جاي من الخلف او اي لاعب حتى حيمودي اعتقد ممكن يلعب مباراه العوده فاعتقد صعب بس اعتقد ممكن يبقى ليه دور في وعامل عمليه يوم السبت في القاهره صعب قوي يلعب بعدها صعب الخياطه كمان بتاعت عمليه ازاي ده يعني هو اوريدي كده مش هينزل تمرين يعني لو هو سوبر يعني وخف على طول الا بعد اربع خمس ايام فما اعتقدش انه يعمل تمرينه تاهله انه يبقى جاهز في ماتش زي نهائي دوري الابطال يعني وحاجه ثانيه احمد عايزين طبعا نستغل كلام المدير الفني طبعا البلجيكي لنادي الوداد بالشحن اللي هو بيتكلم وقال لك انا هفتح للجماهير وهفاجئ النادي الاهلي في مباراه العوده الكلام طبعا النادي الاهلي اعتقد ان هو هيستغل الكلام ده بنتيجه ايجابيه والنادي الاهلي هيرد في الملعب صحيح طيب هل تعتقد بلال انه في فرصه لاسماء
قد تكون مشاركتها أساسية في مباراة زي مباراة العودة أفضل من التشكيل اللي ظهر نادي الأهلي، ولا مستر كولر هيلجأ نفس الطريقة والتشكيل؟ بفكر مارسيل كولر أعتقد أنه يبدأ بنفس الطريقة ونفس التشكيل. لو أنا هقول رأيي، أنا عندي تغيير أو تغيير تكتيكي داخل الملعب، أتمنى أن احنا في المباراة دي حمدي فتحي هو اللي يلعب رقم 6 مش مروان، وحمدي يرجع كسردباك ثالث في اوقات كتير من المباراه واحنا مش معانا الكوره. يعني حمدي يبدا يبقى قريب قوي يعني من ياسر، يعني وبدل بتعمل شيفت بدل الادوار الهجوميه اللي بياخدها حمدي فتحي يرجع تاني سته، يرجع سته كلاسيكي، ومروان بيعتمد على مروان وديانج، ومروان وديانج لان مروان وديانج كمان عندهم ميزه كبيره جدا ان هم بيضغطوا بيعملوا عمليه الضغط العالي مميزين جدا فيها عكس حمدي ممكن تستفاد منه في في في, في المناطق الخلفيه، مشهور طبعا بالتاكلينجات وبالتدخلات ان هو يقطع الكوره. فانا اتمنى ان حمدي يبقى كلاسيكي ويبقى ليه دور اضافي ان هو يدخل ثالث مع منعم وياسر في الحالات اللي هتحتاج. طبعا احنا اتكلمنا ان ابرز الميزات اللي عند لعيبه الوداد الضربات الثابته وكمان العرضيات المتحركه، يعني هم مميزين في دي وفي دي. فحمدي اتمنى ان هو يتم استخدامه كرقم 6 كلاسيكي بادوار دفاعيه مع الثنائي الدفاعي عشان حتى يسند مع معلول ومع محمد هاني في الطرفين اللي احنا شفنا الاختراقات بتاعه الوداد كانت عن طريقهم. لعيب تاني انا بشوفه مهم جدا لو احنا هنروح لسيناريو التحفظ هو طاهر محمد طاهر، بشوف ان هو يلعب في الجهه اليسرى مع علي معلول علشان يسند مع علي معلول ويتم تحرير بيرسيتاو. لا مش هقعد حسين الشحات، هحرر بيرسيتاو وادخله كمهاجم وهلعب بطاهر ناحيه الجناح واستفاد بكهربا. هتلعب بطاهر جناح شمال وتلعب الشحات الشحات زي ما هو الشحات زي ما وطاهر يخش عشان الادوار طاهر قدام هاني مش معلول بقى طاهر سوري قدام هاني و او العكس على فكره هو حسين بيلعب الرايت والليفت وحسين اساسا بيلعب رايت بس هو مع كولر بقى بيلعب انا بالظبط. لازم في المباراه دي الطرفين ياخدوا تكليفات دفاعيه ويلتزموا جدا 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 لان احنا استعرضنا وحذرنا ان الطرفين لازم يعملوا المسانده كمان الاثنين الارتكاز اللي شفناهم في المباراه. على فكره بالمناسبه طريقه كولر بتلعب بتعتمد على حاجه اسمها ارتكاز مساند. الارتكاز المساند بيعمل المسانده دفاعيا انه بيميل على طرف من الطرفين او بيرجع يعمل الارتداد للمناطق الخلفيه، والارتكاز المساند كمان في المناطق والنواحي الهجوميه سواء بالزياده والتكمله في عمق الملعب او على طرف من الطرفين لو حد من الهافات دخل لعمق الملعب. انت نزلت طاهر وهبدا ببيرسيتاو فيرويد بيرسيتاو وراس حربه يعني قعدت كهرباء كملت الشحات احمد. طبعا انا يعني اختلف مع بلال شويه ان مستر كولر مش هيستخدم حمدي فتحي في حته الدفاع لان هو ما عملهاش قدام ريال مدريد وما عملهاش قدام في كاس عالم الانديه فمستحيل يعملها حتى في الوداد. هو التغيير بالنسبه لي تفكيري انا قلت كولر مش هيغير ولا انا اتمنى يعني احنا اعتقد ان هو ممكن يعني التغيير بالنسبه لي اللي هو ممكن هو يفكر فيه هيروح لعمرو السوليه مكان اليو ديانج لان انا بشوف ان ثنائيه حمدي فتحي مع السوليه مع مروان عطيه هتدي افضليه لان عمرو السوليه وجوده في المباراه دي اعتقد مهم جدا بخبراته مؤثره جدا جدا واحنا افتقدناه في مباراه الوداد المغربي اعتقد اللي كان ساعتها مصاب هو ونزل اخر ربع ساعه. واعتقد ان كهربا ممكن محمد شريف هيبدا المباراه على حسابه. صحيح، نتمنى كل التوفيق طبعا لرجالتنا وكلنا ثقه فيهم ان شاء الله باذن الله جاهزين وحاضرين ومستعدين للمباراه الاهم وباذن الله التتويج من نصيب النادي الاهلي لانه بجد السيزون ده عن جداره يستحقها. ويهمني بالذات كمان انه مشوار كولر الناجح السنه دي يعني يتوج بفوزه بلقب الاهم مع النادي الاهلي ومع جماهيره هو بطوله دوري الابطال. هتفرق معانا فوز ببطوله مهمه جدا ورقم قياسي جديد نكسر بيه الرقم القديم البطوله ال 11، لكن كمان هتفرق معانا قوي في مشروع كولر نفسيا ومعنويا. فوزه وتتويجه السنه دي يخليه يعني يبدا المشروع وهو بشكل اكثر اريحيه بشكل كبير جدا. في النهايه يهمنا انه الاهلي يفرح جماهيره يوم الاحد ان شاء الله، وما زالت متابعتنا معاكم طبعا للاهلي على مدار الايام اللي جايه مستمره. هركن شويه ماتش السيتي والانتر وهاجله حلقه السبت، انا موجود معاكم السبت هنا في السادسه نتكلم ونفرد بقى ورقنا براحتنا في يوم المباراه اللي هتستضيفها طبعا اسطنبول نهائي تاريخي بين مان سيتي وانتر ميلانو. بشكر بلال محسن، بشكر احمد مصطفى، شرفتونا ونورتونا، والمره الجايه لما نتقابل تباركولي على الثلاثيه ان شاء الله. بس في النهايه عايزين نقول ان احنا زي ما جبناها تباركولي على الثلاثيه ان شاء الله باذن الله. انا خايف والله، انا بارك لك بس انا خايف تبقى بص كارثه. لا احنا عايزين نقول لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله زي ما في 82 جبناها من اشانتي كوتوكو وفي 2006 من رادس امام الصفاقسي ومن 2008 من القطن في جروه ومن 2012 من الترجي في رادس و2000
و21 من ملعب محمد الخامس امام كايزر تشيفز. بالمناسبه هي فقل حسن ان احنا اخر بطوله توجنا بيها كانت اي نعم كانت امام منافس مش مغربي ولكن كانت على نفس الملعب ان شاء الله باذن الله يوم الاحد هنجيب البطوله من كازابلانكا ان شاء الله باذن الله. شكرا يا ابو حميد نورت الدنيا. نورك يا احمد دايما وان شاء الله انا متفق مع بلال ان شاء الله نرجع بالبطوله ونحتفل برضه نهوت معاك في السادسه ان شاء الله. جيب لنا بقى ان شاء الله كاس البطوله ان شاء الله زي ما تعودنا. انا شلت هنا كاس كميه بطولات يعني ما سالتهاش انديه كتير قوي. عايزين كاس وهنجيب احنا التورته ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بشكركم على المتابعة وعلى كل خير. نتقابل دايما في السادسة. تحياتي لكم.